أعزائي المشاهدين وين ما كنتوا في فقرة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب بعض الكفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد عبيد غانم علي. أهلا وسهلا فيك سيد عبيد. شرفتنا في برنامجنا الأسبوعي سيدي الكريم. حياكم الله. سيدي الكريم نبي نعرف قصة نجاحك ومن وين كانت بداية حياتك العملية في دولة الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نرحب فيكم ونرحب بقناة سما العين. وسعيدين بهذه الاستضافة. أنا عبيد غانم علي من يوم كنت صغير يعني هاوي موضوع مجال التصميم والهندسة، فالتحقت بكليات التقنية العليا كلية الهندسة. فلما تخرجنا الحمد لله حبينا أنها ننقل تجربتنا العلمية هذه والأكاديمية في أرض الواقع من خلال زوايا للتصميم الداخلي. طبعا زوايا للتصميم الداخلي بالشراكة مع أحد زملائي في كلية التقنية الأخ ماجد علي، طبعا هو شريك معي في هذا المشروع. يعني كنتوا تدرسون مع بعض وقررتوا تفتحوا بزنس خاص إلك؟ بالضبط، يعني حبينا نترجم اللي أخذناه في دراستنا، وحبينا نستثمر الهواية اللي موجودة عندنا والرغبة والشغف في موضوع التصميم الداخلي، فأنشأنا مكتب زوايا للتصميم الداخلي. متى تم إنشاء شركة زوايا للتصميم الداخلي؟ أنشأ المكتب قبل 6 شهور تقريبا، ولله الحمد والمنة في توفيق وفي يعني للحين في بداياتكم يعني. بالضبط. متوسعين في مجالات ثانية؟ والله لين الحين احنا مركزين على المجال اللي نحن فيه يعني، لكن في التصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية، لكن مستقبلا ان شاء الله حابين نتوسع وتزيد الافرع. بتوفيق من الله ان شاء الله. ان شاء الله لكم التوفيق سيد عبيد. سيد عبيد خلينا نتكلم شوي عن زوايا التصميم الداخلي، انواع المنتجات اللي تقدموها وانواع الخامات اللي تقدموها. طبعا بالنسبة للتصميم الداخلي كلنا عارفين بانه مرحلة التصميم الداخلي تبدأ قبل بداية الشروع في البناء وأثناء تنفيذ المشروع، وتتم متابعتها بعد تنفيذ المشروع كذلك. فمكتب زوايا يعني تتم متابعتها من التصميم، أنتوا بتصموا وأنتوا بتسووا كل شيء. بالضبط، مكتب تصميم داخلي معني بتصميم التصميم الداخلي، عمل التصاميم زائد تنفيذها زائد الإشراف عليها مثلاً في الموقع. مثلاً الديزاين اللي عندكم، غرف نوم. طبعا المكتب معني بكل انواع التصاميم الداخليه للفلل، كل شيء، من غرف معيشه، من غرف نوم، من مجالس، من مكاتب. فهذه معنيين فيها من الفرنتشر والاثاث والجبس والديكور ووحدات التلفزيون ووحدات الاسره، فهذه كلها نحن معنيين فيها في التصاميم زائد تنفيذ المشروع. طبعا انتم مختصين بس بتصاميم الطابق الحديث ولا بس؟ والله ما في شيء محصور في نطاق واحد، بالعكس اليوم نحن في زوايا للتصميم نحاول نعمل كل على رغبة الزبون يعني. على رغبة الزبون وكل الأفكار اللي موجودة، سواء كان طابع أندلسي، طابع إسلامي، حديث، مودر، فنحن نحاول نغطي كل الجوانب هذه بحيث أنها تختلف يعني الأذواق في الناس. أنواع الخامات اللي تستخدمها في التصاميم؟ والله كثير خامات، يعني بالنسبة للقماش عندنا كثير خامات اللي نحن حبينا نوفرها بحيث أنها تقدر تلبي ذوق المستهلك من ناحية الألوان ومن ناحية الجودة. كذلك الخشب المستخدم عندنا، نحن نستخدم نوعين من الخشب، الخشب الماليزي والخشب الألماني، وكلهم أخشاب ذات جودة ممتازة، بالإضافة أنها تعطي طابع جميل للمكان اللي يتم فيها التصميم. الفكرة الجديدة، الفكرة دي عبارة عن ويلكم يونت، دي بتتحط في انترنس في مدخل الباب، بيبقى فيها وحدة وايبس، بيبقى فيها بيرفيوم، اللي داخل من بره عشان الرمل عشان العرق بيظبط نفسه. فيها أماكن لتخزين الشوز برضو، فيها سيتنج اريا تقدر تقعد تقلع الشوز بتاعتك العقال وتعلقها، الشال برضو نفس الكلام. دي مثلا كفكرة جديدة بتقدر تستخدمها في اللوبي.
برضو من اللاينات اللي احنا بنشتغل فيها في الشركه لاين دريسنج جروب. بنبدا بنشوف متطلبات الكلاينت ايه اللي عايزها، ايه التعليقات او ايه التخزينات اللي هو محتاجها، وبنبدا نقسم على حسب رغبه الكلاينت نفسه. بنستعمل خامات ما بين خشب الالماني خشب ماليزي، وكل حاجه بالجوده بتاعتها. في التصنيع مثلا نقدر نقول وحده دريسر زي دي وحده للميك اب طبعا بتخص في كل ست، وتقدر تستخدمها في اماكن قليله في البيت، في مقاس المتر، في مقاس المتر و20 نقدر نعملها لها، في اماكن لتخزين الميك اب والبرفيوم وتشيل الاكسسوارز عامه فبتكون مناسبه ليها. عندي فكره زي دي فكره لوبي لمدخل البيت، بنحط فيها الاضاءات، بنقدر نقسم التقسيمات بتاعتها من الجبس والاخشاب بحيث ان احنا نطلع شكل الديكور. خامات مثلا زي الستانل ستيل بنصنعها سبيشال عند مورد خاص بينا على المقاسات والديزاينات اللي احنا عايزينها بالظبط، بيبدا يشتغل عليها. بيتكلم برضو مثلا عندي تجاليد من تجاليد الجبس، تجاليد الرخام مع الاضاءات بتاعتها، الصوفة، الكراسي، التصنيع بتاعتها بالمقاسات سبيشال. عندك مثلا وحده زي الهيد بورد ده مكونه من خشب ستانل ستيل وماش. الخشب ستانل ستيل فيه انواع كتيره مختلفه برضو نقدر نقول فيها. وحده زي دي احنا بنسميها وحده ايلاند. الوحده دي فيها اماكن للسكس للشرابات، اماكن للعقال للاكسسوار، ببدا احطها في وسط الغرفه، الاوبريشن بتاع اللبس كله بيتم فيها، حتى فيها اماكن كمان لتخزين الشوز نقدر نحطها فيها. في وحده زي كده دي وحده بانكت، ده بيتحط في الليفنج روم او بيتحط حتى في غرفه النوم في اماكن تخزين فيها. حاجه زي كده مثلا بارتيشن من الخشب بيبقى فاصل نقدر نكمله للسقف، نقدر نخليه ارتفاعات ليفل معين 90 سنتي متر، حط فيها اكسسوارز، تبقى فاصل ما بين الدريسنج روم وغرفه النوم، فاصل ما بين الليفنج مثلا ومنطقه الدايننج، بيبقى في حلول بحيث ان احنا ندي شكل الديكور كويس يعني. عندك مثلا برضه منطقه الليفنج صوفا زي دي تشستر فيلد، دي خامه من الفصمه معانا، خامه من المخمل، بتختلف في الخامات على حسب الكلاينت او ذوق الكلاينت اللي عايزها، تقدر تدخل فيها ستانلس ستيل زي ما موجود في التشير مثلا. الباك سايد بتاعتها عباره عن تجاليد من الخشب. الخشب برضه عندي مجال كتير جدا ما بين الخشب اللي هو البينت او الصبغ او مجال الخشب الليمينيشن. الليمينيشن الجاهز اللي زي كده استخدامات اكريليك، دي مثلا وحده بايو نقدر نستخدمه في مدخل البيت يكون شكل ديكور. عندي تجاليد نقدر نحطها مثلا لاجزاء التي في او الاجزاء الخاصه بالدي بي بتاعت الكهرباء والوايرز والنت، بحيث ان احنا نداري اشكال الوايرز اللي هي ممكن تكون عامله شوشره في المكان بالشكل المناسب او الديكور المناسب ليها. وزي ما انت شايف الكونسبت عامه او الكالرز عامه احنا بنعمل لها ماتشنج واحده من الجدران، الاخشاب، تجاليد الارضيات، تجاليد الاسقف من الجبس، الستانل ستيل اللي موجود والفابريك، ده كله طبعا بيكون بالمتابعه مع الكلاينت لغايه من اول الديزاين لغايه ما بنسلمه تسليم الحاجات الريل او الحقيقيه اللي هو بيطلبها. شو اكثر الاشياء اللي تشوف انه المواطنين او الناس يعني يدولون عليها كثير؟ والله في الوقت الحالي اصبح في ثقافه عند الناس على موضوع التصميم، انه يشوف التصميم قبل ما يتم تنفيذه، والاراء والافكار تختلف من زبون لاخر. فنحن نحاول قد ما نقدر نعطي الزبون اللي يحتاجه واللي يفوق توقعاته، فهذا اللي نحن شغالين عليه. لكم التوفيق سيد عابد. سيد عبيد خلينا نتكلم شوي، بما انه انت ما شاء الله عندكم تصاميم حلوه، خلينا نتكلم شوي عن موظفينك او المصممين اللي في الشركه. نحن الله يسلمك، مكتب زوايا للتصميم يحتوي على عدد 2 مهندسين ذوات خبره تتجاوز 5 سنوات واكثر، وعندهم افكار ما شاء الله. يعني المهندس يعطيك الفكر اللي عنده وما يغفل جانب الفكر اللي موجود عند الزبون، لان اليوم ما شاء الله الزبون ذكي وواعي وعارف شو يبغي. فنحاول ان نوازي ما بين افكار المهندسين وافكار الزباين بحيث ان نوصل في النهايه لمنتج يرضي الطرفين، يرضينا ويرضي الزبون. طيب خلينا نتكلم شوي على رؤيتك المستقبليه، شو حابب تسوي؟ حابب تتوسع في المجال هذا؟ والله طبيعي هذا لاي مشروع، يعني اي حد عنده مشروع في البدايه
يبدا في مكان واحد ومع عدد السنوات ان شاء الله يبدا يتوسع في زياده افرع، في زياده عدد زباين. فان شاء الله ان احنا ناويين ضمن خططنا انه مستقبلا يكون لنا اكثر من فرع في الدوله ان شاء الله. طيب خبرني عن الموقع الرئيسي لزوايا، واذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي عشان يتواصلوا من خلالها اعزائي المشاهدين. نحن الله يسلمك مكتبنا في اماره عجمان خلف سيتي سنتر عجمان مباشره، وعندنا موقع على الانستغرام زوايا انتيريور ديزاين، يقدر الزبون من خلاله يطلع على كل التصاميم اللي موجوده زائد بعض المشاريع اللي تم تنفيذها. فيها ارقام بس مشان يتواصل، فيها ارقام التواصل وفيها اللوكيشن اذا حاب اي حد يقدر يوصل للمكتب. طيب سيد عبيد، خلينا نتكلم شوي على نعمه الامن والامان في دوله الامارات. والله نعمه الامن والامان الحمد لله رب العالمين، يعني هذه نعمه من رب العالمين وبتوفيق من الشيوخ الله يطول اعمارهم ويحفظهم والجهد المبذول في الدولة. وهذه النعمة لابد كل حد يحمد عليها في الدولة، المواطن والمقيم، لأن نعمة الأمن والأمان ما تعوض بأي نعمة ثانية، والله يديمها إن شاء الله. إن شاء الله الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ شيوخ الإمارات كلهم. آمين. ويرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد. آمين. في الختام سيد عبيد، فيك تقدم رسالة شكر لإنسان عز عليك؟ أقدم شكر لجميع من ساهم معنا في البداية في هذا المشروع، متمثلة في الدوائر الحكومية من بلدية عجمان وبلدية والدائرة الاقتصادية في إمارة عجمان، ونخص بالذكر الشيخ راشد بن حميد الداعم الأول للشباب في إمارة عجمان، ونتقدم بالشكر لجميع الشيوخ في دولة الإمارات العربية المتحدة على إتاحتهم وتبنيهم للفرص الشبابية للمواطنين على جميع الأصعدة. إن شاء الله توصل رسالة شكر لكل إنسان ذكرته سيد عبيد عبر برنامجنا رواد النجاح. أتمنى لك إن شاء الله التوفيق. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. حياك الله. حياك الله. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.